هذا سائل يقول: هل من تأخر عن الصلاة بنوم أو بسبب زحمة السيارات، هل الأفضل له أن يصلي في بيته أو في المسجد؟ المسجد إن كان يجد فيه أحد يصلي يصلي معه لا بأس. طيب، ما إذا المسجد انتهى ولا فيه أحد يصلي في بيته، ما هو بلازم يروح للمسجد، قد يكون المسجد بعيدا يشق عليه. نعم.